مصير القوات اللبنانية بعتقد انه جاوبت على جزء من هالسؤال سابقا بوقت من الاوقات وقت يلي الجيش اللبناني ب 13 نيسان 75 ما قدر يقوم بالدور يلي مطلق اي جيش مفروض يقوم فيه وقت يلي لبنان بيكون بخطر او وقت يلي فئة من الرأي العام بتكون مهددة نحن اضطرينا نتنظم واضطرينا ندافع عن حالنا. القوات اللبنانية كانت ضرورة بوقت من الأوقات وقت اللي بتزول هالضرورة منا مستعدين نتمسك فيها إلى ما شاء الله إنما طالما الضرورة كانت موجودة نحن كنا مستعدين اليوم في إمكانيات أخرى في استعدادات أخرى نحن كمان مستعدين نمشي بهالطريق هاي. مين منا بيعتقد إنه الكتائب وبيير جميل بصورة خاصة وأنا يلي مسؤول عن هالجهاز نحن مبسوطين بالشي اللي عم نعمله؟ مين بيقدر يأكد انه نحن مبسوطين وقت يلي منشوف دباباتنا او مدافعنا او التنظيمات العسكرية على الارض؟ مين بيقدر يأكد انه نحن من كل قلبنا عم نعمل هالعملية هاي مش عملناها غصبا عنا وقت يلي الجيش اللبناني ما تمكن انه يحمينا ب 13 نيسان 75؟ نحن بيكون اسعد يوم عنا وقت يلي المكتب السياسي بيقدر ياخد قرار بحل كل المنظمات العسكرية يلي تابعة للكتائب لتحويلها للجيش اللبناني وللسلطة الشرعية. نحن بيكون أحسن يوم عنا. نحن بيكون أحسن يوم عنا وقت يلي القوات اللبنانية بكل تنظيماتها بكل مدافعها بكل دباباتها بكل إمكانياتها العسكرية وقت يلي باقي المنظمات العسكرية من هون أو من هونيك بتقدر توصل لوضع تندمج كلها سوا بالجيش اللبناني ويكون في دولة قادرة دولة عندها قرار ودولة عندها مؤسسات تحمي كل فئات المجتمع اللبناني وتأمن لكل واحد منا أمنه وحريته والمساواة بينه وبين غيره.